بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمان ولا لها أهل قيركا ميل قصد عالم كجوكتان ومكتبة دي مسايد كأبو بكر الصديق مقالة ميا بوليس. ما أنت وحمرتين إنه أخمونا شيخ عبد الغالق الديرية وينوسو جيدين دونا كلمة كصاب سن فائدة أي لا ذا هي استغفارته إياد كارته كفائدة سوانا سن إن شاء الله تعالى دما ولا له وحكوا عد سنة هنا هنا الشير قريان سي النقدان دعاد سيجار سيادت كدعوة ده قفك سو جيدين يا قفك الدوبة يا قفك سي في دين يا أنتوا ذا بيلاي وحنا قبر ينا إنه ميزان كحسنات كأساره مركا أن شير قرينه أو لا له سيجار سين الشير العقل وقول هذين يا معها والشير دعوة ده الغف في دين يا نور بيسكح لسارنا الداعين نقطة قوار والبين الداعين نقطة والدين تولى لها كلاسيك قارسي صفلية. تفضل مشكورة شيخ عبد الغالب. جزاك الله خير شيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي وحكا بريا كالمدس إنه إلهي سبحانه وتعالى تي قلوب تقاردة قلبك الصباح لي قلبك كالقاردة إلهي دتي لولد شهدو إنه إلهي كردك سبحانه وتعالى ولا ليال أذكارتو وقداء قفك بنا آدن كآه روح دي سوء وحي أبها انتهي قداء ينفقو إيا وحي عنا شركو لدبوحا كفل وحي آلها النورين يشرك قفك بنا آدن كآه إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه حسوه إلهي وحي على بذكر الله تطمئن القلوب. إلهي وحو شيء ذكر إلهي وحا قلوبت أي كد جيسو إن استقعوا يهي إذن ديبريشن كا إيو سادنس كا يواريك يوالوال كا قفك بنا آدن كا استقع إسكد وين كرا الدي أذكارتنا الشيء إنه ابتزامه وويسال قدر إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ددك ألا الرمي إيمانك لغاه ريو إلهي سبحانه وتعالى إنبدا حسا قفك بن آلن كاه انت اذاكريا هاي ذكريا وآدو أخرين ايو إلهي سبحانه وتعالى رزقينا وواسعين ايا استغفارتي سوء مركي بذاتو. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارة. بالله النوح وكيل وحان يرماركت إلهي دن بداف ويديست اللوى ألا دافد بذن هدي أرنت أسوأي دعلو والذنوب تأكدتوا بعد كينتان استغفارته بادسان إلهي الرب إديس ودينا يا رب إديس رب سبحانه وتعالى يكون إرزاق يا أولاد يا مال نوايد سينا يا وسيو كرول على يا قفك بنا آدم كا إلهي سبحانه وتعالى وتشيسة أيوة أذكارته وكن نورنا يا قفك ما كل ذاكر يا هاي وجهه يتلألأ وتشيسة ونوريا وحين تهدر ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحين دائما أين مساعده آذينا أو عباده السنينا لبقى الرمول وأوين بين إلهي كدل بيننا مدي واتشنو من نوى بندن بالداف إلهينا سبحانه وتعالى صفات كذلك مؤمنين في سورة أحزاب مركو كور رمي وحين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. رق إلهي حسية يقبلها إلهي حسية مدومك إلهي حسية لبقى دب إلهي وحو الدياري الدن بالداف يأجر وين أتشنأه إذا وحوي دنبنا والغدا فياه شرنا إلهي سبحانه وتعالى وكو قلنية الدب الذكر يقوح أولي وكتابك إلهي وإلهي سبحانه وتعالى سودة شيء إساقنا بلان قال إنه إلى رنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلهي يقول أنا قرآنك سودة شيء أنا إلى رنا نبينا عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن وحكو شهدتك إلهي إليهين مركو قفكو إنو كتوك رهبينكي إساقا إنو أقوه الرياد كارتك رويسو سعوتا وما لنتي صدح جزء يوحي نقطة مدور جزء كأخري وبشي مرنم مايو وإسبوعي مرنم مايو وصدح بريها دو كرنم مينك رؤنم مايو تاس ولا ليال القرآن وانت قيامه قفك مسلم كاو شفاء قاليا إرقو النقنية نبقى وكيل لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ورما يقول ألف لا ميم وحرف لكن ألف كأقوني أي قفك اللغة أبا المرينية لام كان سيدوك للميم كسيدوك لألف لا ميم مركز أخرده صد أجر أيها ذريسة
ذكرك نبي يسوى إن أبو ريا وحلي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ينكسر الرب كاغو إنه كقوي يهي ذكرك إلهي ولذلك الشياطين تفرها بدل لما أنت ذكر هجوميسا ويسال هذا مركة قالت قارقة مكات فوئيس سبحانه الذي سخر لنا آت الأهدد يا مركة أكرمك الله وأعزك الله مسخوشة قريسة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مركة تسوق قريسة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قول يا مركة كم حسب بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تلاذ إلهي سبحانه وتعالى حفظك وجدت إلهي سبحانه وتعالى الشياطين تاس يواكها إلى لنا يا رب ونكا حفظنا ولا ليال أبو بكر أي وحول ذهب الذاكرون بالخير كله ذاك ذاكرين تا إلهي حسيا خير كي أو دن يغا أيا قاتيبوي سيوا كلام معاذ بن جبل وحول ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله يعني قفك عمل سمين ما يو ويعني ما رجتي قفك بن آلنك عمل ما سمين أيو للرجين ينو بن آلن إنو كبت بالي النارتا يعني ما رجتي يعني ذكر إلهي سبحانه وتعالى يعني كأهين مركا عمال بدن بغفك النار إلهي كقبت بادين إياه لكن وحو كتشرا وحيالها إلهي سبحانه وتعالى أما عباداتك قفك بناء آرنك إلهي سبحانه وتعالى وكقبت بادين إياه النار ابن قيم حليها إنه يزيل الهم والقم ويدخل السرور والفرح ذكره وحلالتك السارية وحلالي وحي وورية ساد نسا وحونقلين يا فرح مركا هذا الدباتي سنتهي وابين كيسي حنويدو أول وكاق بنيه ويسيسو أصدح كنا استغفارة لو كنا ماركتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله كده لارينا أذكارت فرحة بضل أدخرين وهكذا أي أذكى قال إلهي أذكارت وافتشي وخاصها أذكارت قلبتي يا أرورتي نبقوا أخرين شري أذكار السباح والمساء إلهي مصائب كذي حفظيه تذكى قال إسكد إيني إمارة عنتاء يكسو ميان إلهي سبحانه وتعالى كذي إلى شيء محايا الحفظي إلهي سبحانه وتعالى أي قفك سكوت شري حديثك وكيلها احفظ الله يحفظك إلهي شري حديث يدين تيس حفظي وقلقا إلهي نعذوك حفظنا يا قريا قل حفظنا يا مالك هذا أي حفظنا يا وي ولا ليال وحلوبة هي مركة أذكارتا فرها بضلة أي كم بديهين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أفكينا إنهم كتر بيهن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس مركي إلهي سبحانه وتعالى وقدري ما الله يقعر وشي سئين وقال يعني إلهي وقدري وكتري وحا إلهي كبت باشي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه وإلهي شيء سبحانه وتعالى وحاو يريد هديئون أهان لها إن كم بد أهان لها إذا إلهي التسبيح سنة إلهي الذكر يذكرت يعني حسن ربي وحكونا قال لها إلى ما أنت قيامه مك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأكل مدوين وذنوني إذ ذهب مقاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحكى الله يرغب هي هي كالمدى لا حول ولا قوة إلا بالله نكي سحابي ها النبي وشيك تيلمي إنوي كيسي قال الله أيها يسطو كالمدى سنو بريو أي النبي أمري كبعد ويركي أو حول وتاء مسافة فوق كيمي بامارتي أي يمكن بعد النبي وشيكي عليه الصلاة والسلام وحين وضعها النهاي إلهي سبحانه وتعالى هي ذكرها للنقضه والذنبي أن الله الله في قريه أن اسم ملايبته وزو زيارته إن النذي فيهين إن سورة البقرة وحوشة يقول قال وآخريه نبي قوين الشياطين تو أي كفو غانيسه قريه أن نظافة إي الصلاة عيالك إحجابك إي إن شاء الله تعالى أذكارته أي نكو أخرين أولاد نبرنه إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة وين كرامينية وحين وضعها النهاي أون دردار ميا ولا ليال إن يعني إن شاء الله أذكارتي يعني وإنتاس بإذن الله تعالى نقصي وكل عيو إن لليه بلوفي لي وإحنا وافلة مسونا نبليمي إن كده ذالنا أديت لبيت من كان رقعة كذا بين سرالة أديت هاي ضحاري يا أديت هاي مارتي وترجي يذنا سيوك لو حنود الدار ميا نفتي ده يورا لها إن السيام كاس يذنا إن شاء الله سنها هديا سدح بري سومي سيام البيض يا هديا سومي كرت المارين داف أو سيام داود حب السيام إلى الله أما أد سنين يا خميس سومي كرت السجارة وعافمات والذنوب تي معاصرة الباب كان يبكون شاقينا في الجنة بابا يقال له الريان أي سجن إلهي نسينا يا ذلك سائمين تلا وترى جري وحن الدار ميا جنازة إنا نراعنا ما لدي ولا الك وأكيد أنتي يعني قف إلهي خاتمة الله نور هالشيء
iyo xadiis baan ay wuxu kulay waxa u tiin idinku ilaahay uga tiin dhulka shahaada iyo markaati maanta dad walaalke dad badan baa yani runaanti ka qayb galay khayrna wal warajinaya iyo ilaahay baa og masirkiisa laakiin yani nahnu nahkum adh-dhawahir su'aha ama dad ka qayb galay khayr baa loo rajaynaya taa markay jinaasada kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil-akhirah waxaan idin ka reebayna qubuurta ziyaratan ziyarta aakhira ayad xusuusanaysa ayaa nabigu yiri bi abi anta wa ummi ya rasuul allah waxaan kor ugu dambeeyaan ku daraya in arabkeena si adkaartu markay ku badato waxa ilaahay qadaraya oo ilaahayna waafajinaya inaynu xanta iska ilaalino oo canta rabaqashka iska ilaalino oo kalaanka maa laa yacniga ee ilaahay ku sheegay sifaata dadka mu'miniinta waladiina hum canil laqwi mucriduun iyadana inaan iska ilaalinay noqonaysaa oo ilaahay baa naga xifdinaya adkaartaadu markay badato waxaa intaa ugu dambeeyaan kusoo gabagabeynayaa waa qalbiga inaynu saafi ka dhigno oo dadka muslimiinta iska caafino oo qof kastaaba u ogaado in uu isaguna u baahan yahay in la cafiyo oo nafteena cafida aynu barno walkaadimiina alkayda walcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu yidhi maaragtay wuxuu ammaanay sifaatka dadka muminiinta ku sheegay inayan kuwa cadhowdooda qarsanaya ودك يسكع فينا هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير. بارك الله.